بقى نشوف النهاردة أسرار المطاعم والمحلات بره في التيست بتاع الفراخ المشوية وطريقة كمان غسل الفراخ. الفيديو النهاردة مميز جدا جدا، في شوية معلومات هايلة جدا جدا جدا، وازاي تطلع معاكي طرية جدا الفراخ وتتبيلة وريحة وطعم. وكمان عملنا سر سلطة الحيتي تمام بالمية بتاعتها اللي هي الويسكي بتاعها، كل ده حصر النهاردة. يلا بقى نحط لايك كتير عشان الفيديو النهاردة مميز جدا جدا جدا. يلا بينا حبيب قلب جيجي. ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سالتوني كتير قوي 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 على طريقه الفراخ المشويه. النهارده هنعمل طريقه الفراخ المشويه بطريقه سهله جدا جدا وباسرار المحلات والمطاعم بره. اول حاجه في كده شويه شروط لازم ان احنا نتبعها في الفرخه بتاعتنا. بص يا ستي، اول حاجه لازم تكون حجم الفرخه مش كبير، يعني اقصى حاجه كيلو ونص، ما تزيدش عن كيلو ونص، يعني كيلو 600 اقصى حاجه تمام. كل ما هتبقى صغيره معاكي كل ما هتستوي بسرعه، كل ما كمان مش هيبقى فيها دهون كتير، وهتبقى طعم لحمها حلو. طيب طريقه الغسل بقى ازاي؟ عشان كده نبقى ابتدينا كل حاجه مع بعض. طبعا انا فتحتها من الظهر عشان تبقى مفروده معايا في فراشه، وهقول لكم دلوقتي هنشتغل فيها ازاي. طريقه الغسيل عشان تتخلصي من الزفاره خالص، بحط معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الملح، ليمونه وبرتقانه، ما بحطش خل، الخل بيثبت الريحه في الفراخ. يبقى بنحط برتقانه ضروري جدا، بتخلي ريحتها حلوه قوي قوي قوي. لما تيجي تغسلي الفراخ اتبعي دايما الخطوه اللي احنا بنعملها دي. تعالوا بقى كده نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه في الفراخ بتاعتنا وايه الخلطه المميزه معانا. بصي بقى، بعد ما غسلت الفراخ وصفيتها كويس جدا، هبتدي بقى ان انا افتح الفرخه بتاعتي تمام بالشكل ده. هنجيب السكينه ونبتدي نعمل فتحات كده اهو في الوراك وفي الصدر اهو. بصي شايفة كده بفتح اهو في اللحم والعظم عشان تتفرد معايا. بصي العظمة دي عايزين نشيلها، هنشيلها كده اهو اهي بالشكل ده عشان تفرد معايا اللحم اهي. بصي شلتها اهي، هبتدي ان انا افتح كده اهو من عند الورك تمام اهو. من هنا بفصل العظمة دي اهو تمام اهو. بصي اتفتحت معايا اهي بالشكل ده تمام. اهم حاجه ما تكونش كبيره. هنيجي من هنا برضو هنعمل كام فتحه كده اهو، يبقى من جوه ومن بره برضو عشان نشرب التتبيله بتاعتنا بالشكل ده، بس مش كتير يعني تمام، يا دوبك كده عشان احنا هندخل من تحت الجلد. هنفتح كده عشان ندخل تتبيله من تحت الجلد معانا اهي تمام. ايه بقى التتبيله بتاعتنا؟ هنشيل ده ونرجع تاني. بصي بقى معانا ايه في الخلطه بتاعتنا. معايا بصلايه كبيره متقشره ومتقطعه كده كبيره تمام، معايا كمان اربع طماطمات، معايا فنجان من خل التفاح. خل التفاح مهم جدا جدا جدا، بيفتح معايا الانسجه وبيسويها معايا حلو قوي. معايا كمان معلقه من دبس الرمان او فنجان برضو، دول معلقتين كبار من دبس الرمان. طب انا لو ما عنديش دبس رمان يا جيجي، بصي يا اما معلقتين كبار من العسل الاسود عشان يديني لون حلو ويفتح معايا برضو الانسجه، يا اما ممكن ان احنا نستبدله بايه تاني، بعسل ابيض تمام هيديني برضو لون حلو. ممكن نستبدل كمان بكاتشب. معاكي اربع حاجات اهم اللي عندك بقى في البيت موجود. الخل التفاح لو ما عندكيش يبقى خل عادي تمام، او ليمونه كبيره ناخد العصير بتاعها. معايا معلقه كبيره 10 جرام من الملح، معايا معلقه صغيره مليانه 5 جرام من الكزبره الناشفه، معايا معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود المجروش. دي التوابل بتاعتنا وهي دي وبس، مش عايزه اي افتكاسات تاني. اقصى حاجه لو عايزه زودي فص حبهين بس انا مش هزود معايا حاجه. انا هاخد الحاجات دي بقى كلها في قلب الخلاط، مش هعملهم في الكبه عشان عايزاه ميه خالص عشان ما يتحرقش، مش عايزاه مجروش، انا عايزاه كل ده ميه تمام. هنحطه في قلب الخلاط ونخليه كده معانا صوص كده حلو، ونرجع بيه بقى عشان نشوف هنعمل ايه في الفرخه بتاعتنا. استنوني. ادي شكل الخلطه بتاعتنا اهي، بصي بقت عامله ازاي بالشكل ده. تعالي بقى نبتدي ان احنا نحشي مع بعض تمام. هياخد بقى كده اهو من الخلطه اهو، اول احط كده اهو. عايزه اقول لك ريحتها حلوه قوي 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 قوي، هتعجبك قوي تمام بالشكل ده. طبعا انا الخلطه شكلها هيبقى كتير، فانا اول مره كده سحبت مش هحط ايدي تاني. هعمل ايه بقى؟ هجيب دلوقتي معايا معلقه تمام كده، اي فنجان ولا اي حاجه، هاخد شويه شويه عشان الباقي ما ارجعش كده بعد الفراخ احط تاني ايدي في التتبيله عشان ما تاخدش بكتيريا. ف
فهاخد كده حبة حبة عشان الباقي احطه في كيس وهرميه في الفريزر، لو اي وقت هعمل الفراخ دي تبقى جاهزة عندي الخلطة. تمام، فانا نسيت ان انا انقصها، فنقصتها كده معاكم كده اهو بالشكل ده. شوف بقى هناخد قد ايه، ناخد بقى من هنا بقى بايدي بقى عادي اهو. تمام اهو، وناخد بقى هنا اهو ندخل كده تحت الجلد. المفروض بقى تقعد في التتبيله دي على الاقل ساعه، ساعه واحده. تمام، لو انت مستعجله، لو مش مستعجله قبلها بيوم بقى يا سلام يا مزاجك. لو قبلها بيوم دي تبقى تحفه، ممكن نعملها تفريزات ونشيلها في الفريزر اكل الشهر، تبقى جاهزه توفر معايا وقت ومجهود وللست العامله. تمام، يا دوبك تطلع الفرخه من بالليل تحت كده اهو تفك لو هي متبلها بالشكل ده. وعايزه اقول لك ان التتبيله دي كمان جربيها بتحافظ على لون العظم في الفريزر، مش هيسود معاكي عن تجربه برضو. تمام، وهتلاقيها نفس طعم وريحه المحلات بره. وهوريكي كمان طريقه الشوي، يعني النهارده مش هسيبك، النهارده انا قاعده لك هعلمك الفراخ المشويه على اصولها. تمام، احلى مره جوزك وولادك هياكلوا فراخ، ولا لو عامله عزومه بقى اعزمي بقلب بقى على الفراخ. بصي هيقولوا احسن واحده بتعمل فراخ في مصر كلها. تمام كده، انا خلاص كده اهو دخلت كله. كنت عايزه اقول لكم على ايه ونسيت. كده خلاص هنسيبها بقى الساعه، وبعد كده هوريكم بقى طريقه الشوي بتاعها هتبقى عامله ازاي. استنوني بقى يا ستي. من جوه الفرن بعد ما عدى ساعه كده حطيت الفرخه بتاعتي، ونخلي العظم من فوق مش من، والجلد تخليه من تحت. حطينا على الشبكه، ومن تحت الصينيه بتاعتنا فيها ميه. تمام، فيها ميه عشان تطلع بخار، علشان لما تطلع البخار تخلي اللحمه بتاعتي بتاعت الفراخ طريه ما تنشفش معايا. تمام، في الاخر خالص ممكن نعملها فحمايه لو انت عايزاها بطعم الفحم، لو انت عايزاها بطعم الفرن والشوي هتبقى في الفرن كده بنولع على درجه حراره عاليه فوق وتحت. تمام، فوق وتحت، عشان هنقلب الوش التاني ياخد برضو وش. كده كده قعدت في التتبيله اللحمه هتبقى مستويه من جوه، ما تقلقيش خالص. وكمان اهم حاجه الفرخه كانت صغيره ما كانتش كبيره. تقدري تعملي الخلطه دي على الوراك، تقدري تعمليها على فراخ، على كمان لحمه، على اي حاجه. تمام، اي حاجه للشوي تحفه جدا جدا. هنشوف كده المراحل بتاعت التسويه واحده واحده مع بعض. بقى اوريكم ازاي نعمل سلطه الحاتي، بما ان احنا هنعمل فراخ مشويه هنعمل سلطه الحاتي اللي هي ام بصل. بس ازاي ان احنا بنضيع ريحه البصل خالص من الطعم والحرقان بتاع البصل وريحه البق النفاذه والكلام ده كله. حاجه سهله قوي. اول حاجه عايزه اوريكم تقطيعه البصل اللي هي بتاعه السلطه، ما تقطعوهاش كده مكعبات لا. بصي احنا عملناها اهي، هروح واخداها كده اهو بعد ما عملتها اتنين، هعملها كده اهو اتنين من هنا، وابتدي ان انا اقطع بالشكل ده رقيق جدا زي الشيبسي بالشكل ده. تمام اهو، هنفضل بقى نقطع كده اهو، اهم حاجه يبقى رقيق جدا، دي حاجه مهمه جدا اهو. لو مش رقيق معاكي مش هيبقى حلو، ما ينفعش صغير. الناس اللي بتقطعه صغير كده فتفيت ده ما ينفعش. اهي انا خدتها لحد الاخر عشان اوريكم، اهي المهم تبقى رقيقه. هعمل الثانيه وارجع لكم تاني. ستي بعد ما قطعتها كده اهو هحط عليها ايه، ايه بقى اللي بيضيع معايا الريحه دي خالص؟ هحط معلقه كده اهو كبيره من السكر بالشكل ده، ونفس المعلقه هملها برضو ملح. تمام اهو كده انا بعمل تخليل للبصل، بنزل كل العصاره اللي جواه اللي هي بتبقى الريحه بتاعتها نفاذه. واحط كمان شويه معايا من الخل اهو بالشكل ده، وهسيبها بقى منقوعه كده لمده 10 دقائق، ما يقلش عن 10 دقائق. نقعها كده في الخليط ده، وبعد كده هغسلها تحت الحنفيه. لازم تتغسل كويس جدا تحت الحنفيه عشان اضمن ان انا اتخلصت من كل حاجه اللي نزلت في الميه دي. دي بقى الريحه النفاذه وبتبقى صعبه والكلام ده كله. كده كده خلاص خللته، عملته زي ايه، زي بصل مخلل. لو عايزه بقى تعمليه كده ساعه ولا ساعتين هيبقى احلى واحلى. تمام، تعالوا بقى نعمل السلطه. سلطه عاديه خالص، انا هقطعها وهقول لكم برده التقطيع المفروض تبقى عامله ازاي، وبعد كده هنحط بقى البصل بعد ما يتغسل. استنوني. بالنسبه للطماطم لما نيجي نقطعها ما تتقطعش صغير، تتقطع كده مكعبات. تمام، متحمله كبيره اللي بنجيبها بتاعت الحاتي او بناكلها في المطاعم بتكون الطماطم كبيره مش صغيره، وكل الخضار هيتقطع بالحجم المكعبات الكبيره دي. تمام، مش رقيق زي البصل، البصل بس هو اللي رقيق جدا. يا ستي حطينا فلفل رومي. تمام، فلفل رومي برضو تقطعيه كده كبير. عايزه تحطي حامي حطي، اساسها حامي بس انا هحط شويه شطه بس عشان الفلفل ما يجيش تحت بق
يعني الولاد وكده ويضايقهم، فهحط كده كده هحط شطه. فانا استبدلت بالفلفل الرومي، بس هي بره اساسها فلفل حامي. كمان قطعت الخيار اهو زي ما انت شايفه كبير، بنحط لها بقى ايه، بنحط لها شبت اساسي، شويه شبت وشويه بقدونس صغيرين، ورقتين كده كزبره، يعني خضره مشكله بس الزياده فيها بيبقى الشبت. تمام، بس كده دي الحاجات دي اللي احنا حطيناها. طبعا الطماطم انا قلت عليها، وادي البصل بعد ما اتغسل بالشكل ده، اتغسل كويس جدا اهو. ايه بقى التوابل بتاعتنا؟ بصي بقى يا ستي، معانا التوابل بتاعتنا هتكون ايه، هحط لها شويه سكر صغيرين. تمام، السكر هنا هيحافظ معايا برضو على الخضار بتاعي ما يتبلش بسرعه. هنحط الشطه زي ما قلنا عشان ما ننساهاش اهي، وهنحط شويه كزبره، انا بحط لها شويه كزبره ناشفه، تبقى حلوه قوي قوي في السلطه، تحفه. جربوها كده، جربي هتلاقي الطعم فعلا مختلف. اساسي معايا كمون طبعا بالشكل ده، ومعايا ملح اهو، وهنحط ايه بقى، خل بتاع ربع كوبايه خل، وهنحط كمان ميه بقى اهو، عشان بقى دي اللي بتبقى الويسكي بقى، اللي هي ميه السلطه اهي، دي بقى ميه السلطه بتبقى الويسكي بتاعها اهي. هي دي سر بقى سلطه المشاوي، سلطه السمك، سلطه اي سلطه خضراء بتتقدم في المطاعم، ده السر بتاعها. تمام، بالشكل ده كده اهو. لو انت بتحبي البصل الاخضر ممكن تقطعيه بدل البصل ده. تمام، يعني بصي، بس هو البصل الاحمر بيكون يعني مستحب اكتر في السلطات اهو. وادي الميه بتاعتها، نحطها بقى في التلاجة تسقع كده، عشان كمان الخضار ما يتبلش بسرعه، ونقدمها بقى جنب المشاوي بتاعتنا. ده بقى كده الشكل النهائي للفراخ زي ما انتوا شايفين، وطريه جدا جدا يا جماعه الفراخ، وجوسي جدا جدا، مش قادره اقول لكم. بصوا ما نشفتش معايا في الفرن ولا اي حاجه خالص، بصوا بصوا طريه خالص ازاي، ما فيهاش كمان لا دم ولا فيها اي حاجه، وطريه جدا جدا جدا. بصوا بس هي سخنه، ما عرفتش امسكها فبقطعها لكم كده بالسكينه. بصوا كمان الصدر عامل ازاي، بصوا الصدر معايا طري ازاي خالص اهو، شايفين مش ناشف، عشان الناس اللي دايما بتقول ان الفراخ بتنشف في الفرن وبتبقى ناشفه كده مش طريه زي ما بنشتريها من بره. السر بس ان انتوا تحطوا الميه كده زي ما قلت لكم. بصوا كل حته طريه خالص ازاي، ما شاء الله، احلى مره تعملي فيها فراخ، وكمان التتبيله مميزه جدا جدا. وسر السلطه قلناه النهارده، يا رب النهارده يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ويكون كمان نال رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باحلى لايك لاحلى جيجي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. مع السلامه.